السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان اهلا بحضراتكم معانا على الهواء وحلقه جديده من دبي كلينك يمكن بقابل حضراتكم على شاشه الصحه والجمال هذه الشاشه العملاقه على قلبي والمحبوبه الى قلبي يمكن يعني اول مره في حياتي استضيف واستضاف كانت على شاشه الصحه والجمال فلها مني كل التقدير والاحترام مهما اظهر في قنوات كبيره سيظل مولدي هذه الشاشه الجميله الشاشه العظيمه شاشه قناه الصحه والجمال جا حضراتكم النهارده بأكتر من موضوع وكلهم موضوعات ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم أه هنتكلم في الصحه العامه في حلقه النهارده ازاي هنحسن الصحه العامه وتحديدا لكبار السن اللي بيشوفونا النهارده عن, عن طريق هذه الشاشه هنتكلم عن علاج الالم ونعرف يعني ايه علاج الم ونتكلم عن خشونه ركبتين ونتكلم عن العمود الفقري والمشكلات اللي ممكن تقابلنا في علاج الالم تحديدا هنتكلم عن تقنيات لم تظهر في مصر الا عن طريق هذا المركز مركز دبي كلينيك مع مؤسس هذا المركز الدكتور عمر سعيد استشاري علاج الالام التداخليه جامعه القاهره برحب بمعانا اهلا بيك دكتور اهلا <applause> وسهلا <applause> كل سنه طيب ورمضان كريم عليك وعلى الاسره وعلى كل محبينك وعلى كل مرضاك وكل الناس اللي بتشوفنا النهارده ويمكن معانا النهارده في الحلقه تيم وورك دكتور عمر اسسه على مدار سنوات في هذا المركز مركز دبي كلينك وكمان معانا حالات النجاح اللي هتدينا الامل في الشفاء وتخلينا مستعدين ناخد الخطوه خطوه التخلص من الالم، ازاي حياه الناس دي اتغيرت من صفر صفر حركه صفر نشاط صفر 100% اكتئاب مفيش اهتمام مسكنات ليل ونهار والنتيجه دايما بيكون ميؤوس منها. النهارده ازاي ممكن ناخد الناس دي وناخد بايديهم ونقول لهم تعالوا نهتم الاول بالصحه العامه، ايه التقنيات اللي ممكن نقدمها النهارده في حلقتنا ومش بس موجوده في مصر موجوده في دول اوروبيه، موجوده في دول عربيه متقدمه جدا، والحمد لله ان ربنا جعل مصر هي قبله برضو من ضمن هذه أه أه الوجهات اللي ممكن اي مصري يطمن على نفسه لما يجي دبي كلينك. دكتور عمرو موضوعاتنا النهارده كتير ومتعدده، هنتكلم النهارده معاك الاول عن آه، الطب تجديدي يعني حضرتك أسست حاجة في مصر اسمها الطب التجديدي العلاج بالأكسجين النشط، العلاج بالبلازما المكتفة، آه، التردد الحراري بشكل متميز، التأهيل فيما بعد التداخلات يمكن آه كل دي عناصر الجمهور اول مره والمشاهدين اول مره يسمعوا عنها حابين النهارده نطل على الناس بهدوء وببساطه نبسط المعلومه ليهم علشان يقدروا آه يفهمونا وفي نفس الوقت المعلومه اللي حضرتك هتقولها هيبقى لها واقع عملي ملموس في التقارير اللي هنزلها النهارده بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وحضرتك طيب كريم وللساده أوه. المشاهدين جميعا طبعا انا بحيي حضرتك ومبسوط جدا بوجودي في قناه الصحه والجمال يمكن ديت يمكن سبحان الله كانت اول ظهور ليا في الميديا وفي التلفزيون كان عن طريق القناه الجميله ديت انا بعشقها شخصيا آه يعني وباذن الله تعالى تكون بدايه موفقه لبرنامجنا ان شاء الله تعالى وبرنامج حضرتك وندي سلسله تعليميه للناس في مجال علاج الالم والطب التجديدي. مم. بسم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زي ما عارف احنا يمكن آه ما تقنية العلاج بالطب التجديدي هي تقنية جديدة يمكن الناس في في مدرسة قديمة في في الطب بنستخدم التراديشنال ميديسن ولكن الريجنريتد ميديسن ده لسه داخل يمكن ما بقلوش أكتر من ثلاث أربع سنين في, في بقوة في علاج الألم احنا هنتكلم على تخصصي اللي هو علاج الألم علاج الألم زي ما حضرتك عارف هو تخصص زي التخصصات الجديدة الحمد لله لينا باع فيه من أكتر من 15 سنة بنستخدم تقنيات علاج الألم خدنا دراسات وكورسات بحيث ان احنا نقدر نوصل للحمد لله ورزق ربنا سبحانه وتعالى في معلومه معينه خلتنا أن نحط ونوظف تقنيات علاج الطب التجديدي في مجال علاج الالم ايه <applause> اللي احنا بنقدمه ويمكن ده يمكن دي نقطه مهمه احنا زي ما قلت حاجة في مدرسه طب تقليدي اللي هو بيستخدم حقن الكورتيزون حقن المواد اللي هي مضاده للالتهاب والطب التجديدي الطب, التجديد. الطب <applause> التجديدي بدأ يحط يرسخ مواد جديده للحقن اقدر ان انا احطها اوجهها للخلايا المصابه علشان ازيل الالم عن طريق ان انا امسح المواد المسببه للالم من الخلايا نفسها واحقن حاجات تقدر تجدد هذه الخلايا وتوصل بيها للعلاج ودي نقطه مهمه جدا وليس تسكين دي فكره الريجنريتد ميديسن دي, 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 دي مدرسه جديده مدرسه لكن جديده لكن القديمه عفى عليها الزمن ما حدش بيحقن دلوقتي او بيديه مسكن بيدي كورتيزون لا لازال شغالين معظم لسه دمينة. الناس شغالين بكورتيزون؟ هذا الامر لازال رغم خطورته؟ يعني ما هي ده المعروف ويمكن دوت يمكن يجهلوه الحمد لله احنا يمكن بقى اكتر من سنه مع حضرتك قصاد الميديا مم. والحمد لله قدرنا نرسخ للمبدا دوت والحمد لله بقينا فيه زمايلنا كتير جدا انا يمكن في المؤتمرات واخر مؤتمر يمكن حضرناه في علاج الالم اتسالنا وانا ما عنديش في مشكله زي ما حضرتك عارف ان احنا نحط نزم نزم على المعروب. الناس نقول للناس ان في طرق جديده نقدر نحن الاوزون الاكسجين الطبي نقدر نحن البرولو اللي هي الدكستروز المغنيسيوم مواد علاجيه <applause> بجرعات مختلفه لان ده في الاخر هيصب في حته واحده فقط اللي هي مصلحه المريض وبالتالي باذن الله تعالى هي سمعتنا كسمعه الطبيب المصري اللي بيحط برضه ايديه وبيحط ايديه على تقنيه علاجيه بتعلي من قيمه الطبيب المصري، ودي نقطه مهمه جدا يمكن موجوده بره زي ما حضرتك عارف ويمكن حضرتك زي ما ذكرت للساده المشاهدين موجوده في في اوروبا موجوده في امريكا بيبتدي الاول طبيب علاج الالم بيشوف الحالات اللي هي دي اللي هي ممكن نشوفها زي الام مفاصل، الام العمود الفقري ويبتدي نوجه لها ازاي نقدر نعالجها بدون جراحه ده المهم ونوجد لها طريقه علاجيه بدون تدخل جراحي. ده اللي بيقدر يقدمه لنا كمان الريجنريتيف الميدس ان هو وسع المجال اللي نقدر نتداخل فيه فبالتالي لما وسع لنا المجال وسع لنا البروب اللي احنا بنبص فيه مم. على المريض يعني انا المريض مريض خشونه ممكن نحقنه البرولو ده ديكستروز مواد مغذيات ممكن نحقنه الاكسجين الناشط والاوزون الطبي فبالتالي ادي كبديل مهم جدا 200 مره اقوى من الكورتيزون ودي نقطه مهمه جدا ولوش اي اثار جانبيه آه بدون اثار جانبيه ودي ميزه مهمه اللي احنا بناخدها ان كل الحاجات الطب التجديدي ريجينريتد ميديسن، جروس فاكتور البلازما الغنيه المنشطة وفصلها مختلف حسب الحاله اللي احنا بنعالجها بتختلف يعني البلازما اللي بنستخدمها للعمود الفقري الصفايح يعني غير البلازما المستخدمه لعلاج الام المفاصل غير اللي احنا بنستخدمها لعلاج الاربطه والغضاريف غير اللي احنا بنقدر نستخدمها للاعصاب كل حاجه من ديت مختلفه وكل دي لها طريقه في التحضير وليها طريقه في التجهيز وطريقه في التوجيه تمام زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده التشخيص مهم ازاي نشخص المريض فنوصل لطريقه العلاج ونحط البروتوكول ده كل ديت كانت افكار احنا ماشيين ولازم احنا بنتكلم مع المريض وبنقابل مرضى لله الحمد في الفتره اللي فاتت احنا ممكن نقول قدرنا نقابل اكتر من فوق آلاف مريض اتعلمنا كتير جدا شفنا خبرات نجحنا مع ناس وبرضه فشلنا مع ناس طبيعي جدا وارد لان احنا بنشتغل طب وزي ما بشرح للمريض لينا نسب نجاح مع الناس فبالتالي احنا بنشتغل طب بنشتغل حاجه تنجح لان دواء بيستخدمه الدواء دوت ليه ممكن يجيب نتيجه لكن هو ميزته يعني هو ما بيسببش اي اثار اه يعني هو ما بيضرش ما بيضرش بس يمكن العامل الوحيد فبالتالي احنا حطينا مع فريق العمل في دبي كلينك بعض النقاط اللي احنا لازم لازم نطور نفسنا منها ونبتدي نحط عليها طيب انا عايز ابدا معاك بس عايز ابدا معاك سريعا بس ناخد جرعه امل الاول نطمن الناس عن عن المقدمه اللي حضرتك وصفت فيها ان يعني في علاج جديد في مصر هيريح الناس من الالم هيخلي الناس تستغنى عن الكورتيزون هيخلي الناس ما تاخدش حبايه مسكن تبهدل معدتها او تبهدل الكبد او تسبب مشاكل في الكلى بالظبط كده خلينا نشوف التجربه عمليا مع اول تقرير في حلقه النهارده نرجع بعدها نبدا معاك الرحله الحقيقيه اللي المريض بيعيشها داخل دبي كلينك بكل الطرق اللي اتكلمت عنها عشان خاطر في النهايه وبيدور او بيبحث عن النتيجه اللي هو يتخلص من الالم ويقدر يتحرك ويودع الاكتئاب اللي احنا بنشوفه في آه المرضى نشوف مع بعض الكوير اه ونكمل حلقتنا خليكم معانا في دبي كمان معانا حاله جديده النهارده ممكن حضرتك تقولي احنا وصلنا انت حضرتك احنا عندنا خشونه من الدرجه الرابعه صح كده؟ والخشونه من الدرجه الرابعه ديت احنا اول ما اتقابلنا انا قلت لحضرتك نسبه النجاح بتاعتنا هتبقى في 30% لو خدنا طريق الحقن ولو عملنا تردد حراري هتبقى النسبه 60% انت حاسه بايه؟ ده سؤال مهم دلوقتي احنا النهارده دي تعتبر ثالث جلسه مع بعض يعني انا حاسه بتحسن بس مش التحسن اللي هو قوي يعني الحمد لله احسن من الاول بكتير وطبعا بشكر الدكتور عمرو وبشكر الفريق الطبي اللي معاه كلهم لان بصراحه ربنا يبارك لهم كلهم يعني الالم مثلا كان عشرة من عشرة الالم دلوقتي يعني بحس الالم سبعة من عشرة كل دكتور ما كنت اروح له يقول لي عايزه تركيب مفصل انت من الدرجه الاخيره من الدرجه الخامسه كمان يعني اقول له فضلك في درجه خامسه يقول لي اه كان بتقلمني وكنت اصرخ لما اجي اتقلب فالحمد لله يعني طبعا من فضل الله ان هي خشونه متقدمه بدانا ننجح نحط خلايا الخلايا بتبني جسمنا بي بي, بي, بي بي مستجيب للطريقه فدي برضو عوامل نجاح بن بنقومها وبنقوي ده كمان من ان احنا وزننا يقل بان احنا نعمل تمرينات تقويه للعضلات دي هتفرق كتير جدا معانا وتخلي نتائجنا احسن كمان في بعد بعد الجلسه ديت هنبتدي نتحرك يبقى في مشي على الاقل لان المشي ده بيكون معانا ضريف فنلاقي صوره الاشعاعات بتاعتنا مختلفه بعد كده المشكله بقى في السلم يا دكتور احنا خدنا آه ان شاء الله مع تقويه العضلات ده بيروح خالص هنقدر نح نحسن من ده كتير جدا باذن الله يعني ممكن دلوقتي انزل مثلا في الاسبوع مرتين؟ ممكن هو. بعد الجلسه اللي احنا هنعملها النهارده هنريح طبعا انا محتاج منك يعني لو قدرنا مثلا ثلاث مرات في الاسبوع يبقى هايل جدا الدكاتره اللي بروح لهم كانوا بيقولوا عندك عمليه عندي ع... عندي غيري مفصل فانا ما ما رضتش اغير مفصل وجيت على هنا خدت حجن هنا الحمد لله صحيت ما كنتش كده صحيت خالص بنام بعرف انام دلوقتي وعارفه امشي والحمد لله الحمد لله ربنا بيجعل اسباب وبيسبب اسباب للشفاء انا يا جماعه والله 15 سنه بلف ولدرجه ان حالتي النفسيه تعبت وجالي اكزيما في وشي وبسبب اللي انا مش بقدر امشي ولا اعمل حاجه وانا ساكنه في الخامس ما عنديش اسانسير فانا لقيت الاعلان بتاع الدكتور عمرو على الفيسبوك فانا اتصلت فجيت في اخر وقت قلت لا خلاص مش هروح ادفع فلوس على الفاضي لان قبل كده حقنت جيلاتين واخدت علاج كلوكوزامين سنين السنين وما فيش اي نتيجه بالعكس كانت الرجل الشمال بقت الرجل اليمين كمان وبقت مش قادره اتحرك فانا لما جيت للدكتور عامله انا ما كنتش جايه بس والله والله اللي بقوله بحق حبيبي النبي اللي زرته انا حلمت بالليل ان انا ماشيه وفرحانه بقول لبنتي بصي انا بمشي انا مبسوطه فرح جاء قالت لي لا روحي بقى بقى انا كنت محكسل مش هروح لان كنت فاقده الامل والله ولما جيت انا ما اول مره ما كنتش عارفه هنعمل ايه الدكتور عمرو عاملني معامله يعني اكتر من الابن أنا خلاني من حنيته ومن من ذوقه أنا بكيت والله يعني ما كنتش مصدقة ان في ناس ملايكة وشباب يا على الشباب بالقصد كله، الكرو كله بتاع دكتور عمرو، ناس في منتهى الأدب، ناس في منتهى الذوق، يا بختيهم أهاليهم بيهم، والله أنا بدعي لهم في ظهر الغيب، ونحمد الله، أنا حقنت مرة أكسجين ومرة مرة بلازمة مرة أكسجين، ودي مرة تانية هي بلازمة، والحمد لله أنا قدرت أنزل السلم، والله ما كنت بقدر أنزله، كنت بجمع مشاويري مرة في الشق. فانا والله ده اللي بيجبني انا لولا حدث ان في نتيجه والحمد لله الشفاء من عند الله وهو من بعد ربنا سبحانه وتعالى بيسخر سمعنا مع بعض في تقارير حاجات تفرح القلب يعني لما يكون طموح كل هؤلاء السيدات انها تنزل السلم، انها تطلع السلم، انها تتحرك، انها ما تحسش بألم، ان حد يستحمل ألم أكتر من 15 سنة وربنا يكرمه بعد جلستين، جلسة من البلازما اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي وجلسة من الأكسجين النشط اللي هنتكلم عنه دلوقتي ويكون التحسن انها تقدر تنزل السلم وتطلعه بعد ما كانت بتقول بتجمع مشاورها مرة واحدة علشان ما تنزلش وتطلع كل شوية. ده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى، ده التوكل على الله، ثم الاخذ بالاسباب، ثم علم وتكنولوجيا وتقدم ومحاكاه للطرق اللي بتحصل بره مصر، واحنا مش اقل من ان احنا ننفذ هذه الطرق على مرضانا المصريين، علشان نلاقي في الاخر نتيجه ايجابيه زي اللي بتسمعوها دايما معانا في التقارير. تعليقك يا دكتور ونقدر نطلع من التقارير دي بايه نقوله للناس دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين زي ما قلت حاجه كده احنا في يعني لا ازكي نفسي واعوذ بالله من كلمة انا بس هي الفكرة الطريقة دي من الـ في, الـ في العلاج هي صعبة صعبه ولكن وبتاخد وقت ولكنها نتائجها احسن اه تمام ودي افضل حاجه فيها والاضافه كمان لهاش اثار جانبيه دي نقطه مهمه جدا والمريض بيبقى خايف العمليه اصلا عشان كده بيبقى هربان منها زي ما قلت حضرتك قبل كده انا مش بقول ان انا بديل للجراحه <ممم>. لكن انا بقول لحضرتك العيان اللي هيقدر يعمل الجراحه يروح يعملها انا مش بنافس مش بقول ان <مم>. انا جراحه لا انا دايما بقول بشرح للمريض وبقول له ان احنا احنا التداخل بتاعنا دوت هيكون عن طريق ابره ممكن محاولة نقدر ننجح فيها نضيع الألم الألم يختفي من عندنا ويقدر حركة المفصل ترجع مرة تانية ومع التأهيل وإن إحنا وزننا ينزل ان المريض ده بيبقى جاي لحضرتك هو جاي لي بالظبط كده مش قادر يتحرك وزنه زاد لأنه يعني مش قادر يتحرك عنده اكتئاب نتيجة الألم المزمن اللي بقاله سنين ممكن يكون ما عندوش قدره الماديه ان هو يعمل عمليه اصلا ودي نقطه مهمه تانيه كلها مشاكل بالظبط بغض النظر احنا فاحنا بالتالي بقول لها إن الحمد لله ان احنا ممكن نشيل الالم نبتدي نحط بروتوكول علاجي لبعض الحالات حطينا الحمد لله وبدانا نشتغل يعني التردد الحراري الحالات اللي هي ادفانس أه 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 عليها خشونه من الدرجه الرابعه الدرجة متقدمه لما بستخدم تقنيه التردد الحراري على الاعصاب ومصادر الالام بتاعة الركبه <تكلم> وبعدين اعقب دوت بان انا استخدم تقنيات علاج الطب التجديدي في التجديد بناخد نتائج هائله 2017 يمكن زي ما قلت حضرتك العلاج اللي دلوقتي اللي مقر من الاف دي اي ابروفد الخشونه هو التردد الحالي راديو فريكونسي ابليجن دي حالات خشونه الركبتين وده يمكن من 2017 ده يعني حاجه لسه حاجه حديثه العهد مم. وبرضه الناس بتفهم ان كلمه تردد حراري ان انا بموت العصب، هنا لا. لا التقنيه مش كده، تقنية اسمها تردد حراري هي راديو فريكونسي، بنعمل زي ترددات ناحيه في مسارات الالم وعند مصادر الالام اللي بتنقل المصادر الحسيه للركبه او لاي مفصل، فبالتالي ده بيخلق مجال كهرومغناطيسي بيطلع لي المواد العلاجيه اللي جوه العصب. بيطلع لي المسكنات والإندورفنس الجديده بيعمل لي زي الريستارت كده يعني ايه الريستارت يعني كاني بدوس على العصب ان هو يبتدي يستقبل من اول وجديد بعد ما كان بيستقبل الالم بشده واصبح ان هو مثلا اقل حاجه غير مؤلمه هتبقى مؤلمه لا انا اقدر بتقنيه علاج التردد الحراري ديت ان انا اعالج الالم ده لفتره ومش بس كده لما اعقبه بالت... بالحقن التجديدي اللي هو بنقول بقى سواء كان الاكسجين النشط او البرولو او البي ار بي المؤكتفه اللي هي البلازما الغنيه المؤكتفه فاقدر اخد نتيجه ان شاء الله نتيجه علاجيه على مدى اطول بكتير وده يمكن لاحظناه الحمد لله على في في الاشعات احنا بنعمل الاعيان بتاعنا اشعه قبل ما نبدا واشعه بعد ما بنخلص البروتوكول بتاعنا شوف الفرق واضح ما شاء الله الحمد لله رب العالمين لله الحمد ده فضل من ربنا انا لا انسى في عيانه قالت لي قالت لي انا انا قلت لها نسبة نجاحنا 30% راحت هي الست دي قالت لي انا عايز اكمل عايز اخوض التجربه أنا مش مش هروح أعمل عملية وعايز أكلم، أنا بحييها جدا يمكن هي شجعتني لدوت. ويمكن دوت أنا أنا فذهلت لما شفت نتيجة الأشعة بتاعتنا يمكن لو فينا حظ ونعرضها في منتهى الجمال والحمد لله كمان الألم بتاعها راح ابتدت تتحسن وتابع معانا وزنها قل، قلت لها في مشكلة في العضلات ابتدت العضلات بتاعتنا اشتغلنا عليها فخدنا نتيجة أفضل أوه. هو ده احنا وده اللي احنا فكرنا بقى فيه في دبي كلينك إن احنا ازاي نزود نتائجنا ونحسن نتائجنا ازاي. عرفنا معانا بدانا نشوف المحاور اللي احنا نشتغل عليها عايزين علاج طبيعي متميز فقدرنا نجيب استشاري علاج طبيعي بيشتغل بطريقه حديثه جدا مم. اللي هي طريقه الموبلايزيشن والتحريك اللي هو الدكتور احمد سليمان وابتدى ابتدينا نحطه معانا ان شاء الله يبقى معانا يضيف لنا اضافه كتيره في وفي علاج وتاهيل المفاصل وتاهيل العيان فيما بعد. كان من ضمن برضو المشاكل اللي معانا ان العيان بتاعنا عنده سمنه دي حاجه سمنه وفي امراض مزمنه وعنده آه في عدم كنترول للضغط والسكر ده نتيجه الالم اصلا نتيجه الالم المزمن هو دخله اثر على الضغط اثر على الضغط وخلى السكر مش مظبوط فبالتالي كان لزاما علينا ان احنا نحط دوت فوفرنا استشاريين من استشاري البطنه استشاري التغذيه العلاجيه دكتور مصطفى عبد المغيث والدكتور محمد اكيله عشان نحط بروتوكول علاجي يفيد المريض دوت ونبتدي نشتغل على الجزء الصعب لان معظم المرضى هو بيجي يقول لي انا مش عارف اخس طبعا ايه ست كبيره مش قادره تتحرك عندها الم مزمن فانا بقول لها انا هساعدك ان احنا نشيل الالم ان شاء الله ونحط البروتوكول العلاجي مع التاهيل فناخد النتيجه اللي احنا عايزينها باذن الله ان شاء الله, إن شاء الله طيب آه انا معايا آه جرعه ثانيه سريعه من جرعات الامل آه في الشفاء وبعدها نبدا رحلتنا مع فريق العمل اللي حضرتك كلمت عنهم سواء التاهيل آه بعد آه التداخلات سواء لو عندنا مشكله خاصه ب ضغط وسكر ومشاكل التخزية. في التغذيه سواء فريق العمل اللي هو يفرح القلب زي ما الست الجميل قالت في التقرير سواء المعمل وهنقف وقفه النهارده مهمه يا دكتور مع المعمل للنتائج رهيبه في البلازما عندنا مقارنه بالمراكز الثانيه لاعلى نسب نجاح موجوده في معامل دبي كلينيك وازاي الفريق العمل اللي عندك بيقيس كل عدد الصفائح عشان ومن مريض للتاني علشان خاطر يبقى واثق انه لما المريض يجي يتحقن هيطلع معاه نتيجه كويسه يبقى هو راضي عنها يقدر يبقى عنده الدافع زي ما الام الجميله قالت انا انا باجي عشان بتحسن الكلمه دي كانت مهمه انا باجي عشان بتحسن بعد 15 سنه معاناه من الالم نشوف مع بعض تاني تقرير في حلقه النهارده ونرجع بقى نطل طله سريعه على فريق العمل. حلمت ان انا ماشيه بنتي بتقولي ماما ماما اقعدي قلت لها لا ده انا ماشيه انا مبسوطه ده اللي خلاني وده حقيقي مش بقول كلام كده والله ولقيت معك احلى معامله واحسن تعامل وربنا يغفر بخاطرك يا رب ما تحرمش الله يكرمك يا رب لله كنت الحمد لله في طاقه الحمد لله ده بنزل من الخامس انا لو كنت نزلت مره كنت بعد شهر ما نزلش احنا عملنا مره بلازما مره بلازما ومره اكسجين واللي كان في تشخيص كده ايه كان في يا حبيبي كرات الدم البيضاء عاليه فالحمد لله اعطاني الاجمنتين خدته اسبوع وما ظبطت حقنا ونحمد الله في لا في فرق حتى في النوم الحمد لله يعني كتير <تصفح> <تسوح> باخد لما بتعب قوي باخد كتافست باخد باكت كتافست وباخد الجنوبيل هو ده اللي فاضلين معايا ما احنا بننزل في الوزن شويه اه بننزل في الوزن ان شاء الله ربنا يكرمك ويجعلك يا خير ويجعلك الشفاء في ايدك بعد ربنا سبحانه وتعالى والله ربنا بيجي على الناس اللي شف الناس والقضاء مصالح الناس ربنا يجعلك يا رب من ويتقبل منك ومن الجميع والكروب وكروب... بتاع كله زي الفل أنتم مجموعه ربنا يكبر بخير والله احنا بندعوكم على طول في ظهر الغيب الحمد لله واي حد بيقول لنا ده اللي جوانا واللي بيطلع على فكره احنا بنطلع اللي جوانا وده حقيقي والله انا 15 سنه ما لقيتش اي علاج في الاخر قالوا لي لازم تغيير مفصل انا لا ما اتحمل اعمل تغيير مفصل ولا عندي مقدره مدية لتغيير المفصل فانا طبعا اول ما قرأت الكلام قلت يمكن اجرب لولا هو الحلم اللي انا حلمته دفع من عند ربنا سبحانه وتعالى انا ما كنتش هنعمل ودلوقتي اقول الحمد لله ان ربنا وفقني ليك الحمد. انت من افضل الناس والله يا دكتور ربنا يكرمك يا رب الحمد. ما تحرمش منك معانا آه من الاسكندريه آه مدام مريم اختي مريم محمد سعيد جيت عند الدكتور عمر مش قادره خلاص اقف على رجليا كريت تعبانه جدا خشونه في المرحله الرابعه وكنت ما بقتش بتسندني ومش قادره اطلع السلم ولا انزل السلالم وكنت جايه اقسم حقيقه يعني فكان الدكتور عم كشف عليا وكتب لي على اشاعات وتحاليل عملت الاشاعات وعملت التحاليل وجيت له حضرتك له عمل لي خد مني حونة دم وعملت البلازما من اول ما خدت البلازما على طول حسيت بتحسن بعد ما خدت البلازما خدت هونة اكسجين الحمد لله رب العالمين ابتديت امشي بيتي واتحرك وقدرت انام ما كنتش بعرف انام خالص من التعب خدت مسكنات كتير لغايه ما تعبت معدتش والحمد لله بالعالمين دلوقتي الحمد لله بمشي في بيتي بقدر اعمل شغل بيتي بقدر انزل السلم واطلعه يعني واحده واحده الحمد لله بس احسن من الاول بكتير قوي 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 الحمد لله لا بطلت مسكنات خالص مش مسكنات نهائي والحمد لله يعني كفايه انا بعرف انام ما كنتش بنام الاول خالص من كتره الالم مدام سميره كانت تعاني من خشونه من الدرجه الثالثه والحمد لله احنا عملنا معاها ثلاث جلسات ودي النهارده يعتبر اخر جلسه ان شاء الله باذن الله اذا ربنا اراد ظهري وركبتي ده عباره عن نار زي ما يكون نار فيه ما كنتش بشوف النوم اخد مسكنات واته مرهم واخد ما خليتش عليا وما فيش فايده لا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك صراحه الله يبارك لك يا دكتور والله التحس لا تحسنت الحمد لله وبنام الله يبارك لك وكل ما انام بدعي لك وربنا يا رب يزيدك والله العظيم لا ما باخدش خالص كنت بضايق كل فين وفلتين وديك لك وما خلتش الجميع المسكنات لا ما شاء الله والله ربنا يبارك لك بصراحه ربنا ربنا يوسع عليك شفنا مع بعض دي تاني حالات من حالات الممتعه حالات النجاح وحالات الشفاء كل دي امهات محتاجه اهتمام مننا كل دي امهات محتاجه نرد ليها الجميل كل دي امهات محتاجين نوقف الروشته اللي مليانه اكتر من صنف من اصناف المسكنات المتعبه جدا والدهانات المتعبه جدا وبالتالي احنا عمالين بنبعد عن الهدف المنشود احنا عاوزين نطلق رصاصه على الالم ونقضي عليه تماما بروتوكول جديد سهل تنفيذه خاص ب 50% زي ما حضراتكم شايفين طوال شهر رمضان ما حدش عنده حجه من اللي بيشوفنا دلوقتي ان هو ياخد القرار في الشفاء. دكتور عايز عليه حضرتك على, حركة على كلمه بتقول بطلت مسكنات وده في حد ذاته ابداع يعني ده في حد ذاته اعجاز ان سيده يبقى تحس بالالم فتعتمد فتجري يبقى في ارتباط شرطي ما بين ان الالم وتروح بسرعه ليه حبايه المسكن اللي بعد شويه مش هتجيب نتيجه فتبقى اثنين وثلاثه واربعه وتدخل في مرحله الادمان مسكنات عشان تخلص الالم وانها تنهي آه علاقتها بالمسكنات ده يعتبر اكبر انجاز ممكن يتحط لدبي كلينك في التاريخ. آه في كلمه مهمه جدا انا بقولها للعيان ممنوع المسكنات دي كلمه مهمه جدا وبحفظها المريض بتاعي ده بقعد دلوقتي بقى. الفكره في المسكنات كمان ان هي بتضمن احنا عندنا هو ربنا سبحانه وتعالى جعل فينا القدره على علاج نفسنا مم. فبيطلع حاجه اسمها البروستاجلاندين البروستاجلاندين ديت في بروستاجلاندين دي بروستاج مسببه للالم وفي بروستاجلاندين اللي هي بتساعد على الهيلينج والالتئام و آه. وبتزود وبتسرع الالتئام احنا ليه الاعياء الانسان بيتالم هو بيتالم لان ان, إن الطريقه دي بتقف نيجي احنا احنا في ألم حصل الخليه بتلتهب الالتهاب ده, ده, ده بتادي يطلع بتادي تطلع الخليه تبعت تقول انا عندي مسكنات في الالم سيجنال للالم ديت عشان خاطر جهاز مناعي يبعت لي هنا العلاج للمكان اللي فيه المشكله سواء كان رباط او مفصل سواء كان الم حاد او الم مزمن أي. فبالتالي احنا لما ناخد المسكن اه ممكن ناخد المسكن لفتره قليله مثلا اصابه حاده كسر مثلا او حاجه حصلت ده على ما على ما خد قرار لان خطوره الفكره ان انا لما باخد المسكن لفترات طويله هو بيأثر لي على الكلى وعلى الكبد وبيأثر لي على الحاله العامه م. ومنع ان يحصل هيلنج منع ان يحصل التهاب وده بيبقى ضد الطريقه بتاعتنا في العلاج بالطب التجديدي فبالتالي ما ينفعش انا بقول للعيان ممنوع المسكن خاصه الالم المزمن ما بنديش مسكن ويمكن ديت نعمه ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا من علاج الالم ادانا حاجات نمنع بيها الالم من غير ما ندي مسكنات غير ومن غير ما نعتمد على المسكنات ودي اهم ما يميز الطريقه العلاجيه بالطب التجديدي في دبي كلينك. <applause> النقطه الثانيه المهمه كمان اقول لحضرتك ان المسكن ده بيمنعني الطريقين بيمنعني الطريق العلاجي اللي هو المواد البروستاجلاندين الطبيعيه اللي انا عايز عشان تعمل هيلينج والمواد اللي هي اللي بتسبب الالم. طيب لو انا قلت حضرتك ان انا ممكن عن طريق حقن مواد بسيطه اللي هي زي الدكستروز زي المغنيسيوم زي الاكسجين الناشط انا اشيل اللي هي الالم المواد المسببه بالالم مش بس كده الاوزون الطبي بيحولها لي الى مواد مفيده فبالتالي تبني معايا فسرع البروليفريشن اسرع الالتئام فاوصل للهينينج اسرع بدون اثار جانبيه دي الفكره ممكن بطريقه علاجيه بطريقه التردد الحراري او ايا كان الطريقه اللي ممكن نستخدمها عن طريق اي حاجه بدون تدخل جراحي فبالتالي اقدر اوصل للعلاج اسرع فبالتالي اعالج المريض افضل م. وديت الفكره الرئيسيه في اللي قدمه لنا الطب التجديدي في علاج الالام عامه ودي يمكن ديت اهم ما يميزها أي اهم ما يميزها. ممنوع المسكنات بقول للعيان لو خدت مسكنات هو قفل الطريق ده صح. فبالتالي مأخدتش ما خدتش النتيجه اللي انا عايزها صح. صح. فبالتالي انا باكد على المريض ممنوع المسكنات ممنوع الكورتيزون ما ينفعش اصلا يقول الحقن ده الناس مرتبط بالنسبه لها ان الحقن هو حقن الكورتيزون، لا انا بنبي عليه لا ما ينفعش اصلا مش من طريقتنا مش هيفيدنا، لا انا ممكن احن الاوزون الطبي، احن الاكسجين الطبي، احن المغنيسيوم، احن برولو، احن مواد علاجيه تساعد على الريجنريشن تجديد تجديد الخلايا، احن البلازما الغنيه، احن جزء من الصفائح اللي هتديني وقدام كمان في ستيم ان شاء الله داخله معانا قريب فبالتالي دوت كل ده يسرع لي الالتئام فبالتالي اضيع الالم دي ممتاز. اهم ما يميز طريقه الريجنت ميدس في علاج علاج الآلام المزمنه عايز اقول لحضرتك نقطه اخيره ان بيحصل دايما ان الالم نفسه لو استمر اكتر من شهر تحول الى الم مزمن مم. الالم المزمن ده ده لوحده بيدخل عن في اكتئاب يبتدي العيان مش عارف يتحرك يبتدي, العيان, عارف يتحرك يبتدي العيان الامهات كلها كده لو عنده ضغط يزيد مم. لو عنده سكر, سكر يضطرب فكان ال... ده لوحده شق يحتاج العلاج الحالة النفسية كمان الحل... بالظبط كل ده بيتدمر نتيجة ان هو اصبح فيه الم مزمن فبالتالي أيه. انا الالم المزمن اذا عالجته ان شاء الله اقدر اعالج العيان ده لو انا شلت الالم فبالتالي هرجع العيان ده لحياته الطبيعية أيه. يبتدي حالته النفسية تتحسن يبتدي السكر يتظبط فبالتالي انا ابتدينا نستخدم الريجنريتد وتقنيات علاج الريجنريتد ميديسين في علاج كمان الامراض المزمنه مم. فبالتالي و... وبالتالي فخدنا نتيجه افضل لصالح المريض عشان كده الحمد لله يمكن حضرتك بتسمع العين بيقول لك ان الحمد لله بقيت احسن المناعه افضل الدنيا بقت احسن عند المناعه ويمكن المناعه هي كلمه سر اللي ممكن نقف عندها بعد اللينك الجاي ده لانه آه كبار السن مفيش حركه وبالتالي آه عندهم هشاشه في العظم بالتالي عندهم مشاكل في التمثيل الغذائي هضمهم مش شغال كويس وبالتالي هو مناعته بتبقى قليل عشان كده هم 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 مصيده او فريسه لاي فيروسات وبالتالي احنا محتاجين جهاز المناعي ده نجيشه كويس نرفع جهاز المناعه بحيث ان يبقى الجسم نفسه عنده القابليه انه يتعايش حياته تتغير المود بتاعه يتغير يبقى مقبل على الحياه محتاج حد يطبطب عليه لما يروح مكان يلاقي الناس بتستقبله كويس في دبي كلينك زي ما السيده الفضيله تفضلت انه هناك الناس مبهجه فريق العمل تم اختياره بعنايه وعاوز اقف عند فريق العمل ديكور العياده لو حضرتك عارف اه. احنا احنا اهتمينا جدا بالموضوع ده حضرتك تعرف ده كويس من ضمن الحاجات اه اختيار الديكور الالوان المبهجه طريقه التعامل مع الناس ال 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 ده كل ده كل ده في لصالح ان عشان المريض يحس انه مش جاي عياده الصور مالهاش دعوه مش بالمركز, بالمركز اصلا ولا مش صوره مفصل ولا عظمه ولا اي حاجة <applause> حي صحيح المهندس الديكور اللي عمل لنا الديكور ده عبقري طيب نروح نبدا معاك فريق العمل ويمكن هو ده هي دي الجنود اللي حضرتك تسلحت بيها حرفيا هم دول الوقود الحقيقي لدى حضرتك اللي بتعتمد عليهم و... وبتسلمهم الامانه في كل الفروع اللي عايز اتكلم عن خطتك الفتره الجايه ان شاء الله في الانتشار والتوسع ده لصالح المريض <applause> ان احنا نشتغل فريق الفريق دوت هيبقى لصالح المريض في الاخر فبالتالي احنا حطينا التخصصات الاخرى بحيث ان احنا يبقى كلنا مع بعض ماشيين في اتجاه واحد تحسين الحاله تاهيل المريض تحسين الحاله العامه بالنسبه للمريض السكر لو مش مظبوط بالتالي مش هاخد نتائج في صح. في ال... وهكذا فبالتالي احنا لازم كنا نحط كل الكورنرز اللي نغطيها كويس علشان نقدر ناخد نتيجه افضل للمريض. طيب نبدا مع بعض اول اول بطل من الابطال دكتور احمد سليمان هنشوفه في تقرير صغير لكن هرجع تعلق لنا عليه وتعرفنا دوره معاك في الكيان الكبير دبي كريم. نشوف مع بعض دكتور احمد سليمان ورجعنا نكمل دكتور احمد سليمان اخصائي العلاج الطبيعي وتقويم العظام احنا هنا في دبي كلينيك بنقوم بدور هام جدا للمرضى وهو مش بس نخفف الالام عليهم لا احنا بنقوم بدور مهم جدا وهو رجوع البيشنت او المريض لحالته الطبيعيه سواء كان قبل حدوث المشكله او بعد حدوث فتره العلاج او التريتمنت طبعا فتره العلاج ما بتتطلبش في دبي كلينك مساله تخفيف الالام بس لا الموضوع ابعد من كده وهو فكره ازاي البيشنت او المريض يخرج من دبي كلينك بيتحرك طبيعي بيمارس حياته طبيعي بدون اي مشكله بتقابله بعد العلاج ودي اعتقد انها فكره طيبه جدا من دكتور عمرو ان هو انشا التيم او الفريق اللي احنا اللي انا واحد من هذا الفريق واتشرف ان انا اكون من هذا الفريق بنقوم بتلات حاجات هامه جدا وهي اول مرحله هي مرحله تهدئه الالام التاثير العصبي الفسيولوجي اللي بيحدث للمريض نتيجه المشكله اللي اصيب بها او نتيجه المشكله اللي حصلت له والمرحلة الثانية دي بتبقى مرحلة إعادة بناء أي نسيج حصل فيه تلف ودي نيوتريشنال افكتس أو المرحلة اللي بيبقى فيها بناء الأنسجة. المرحلة الثالثة ودي أنا بشتغل فيها مع التيم وهي مرحلة ميكانيكال افكتس اللي هو التأثير الميكانيكي. هو اللي بيؤرق المريض بعد الآلام رجوعه للوضع الطبيعي تاني من حيث الحركة. ما بيقدرش يطلع السلم، ما بيقدرش ينزل السلم، ما بيقدرش, ما بيقدرش يقعد، ما بيقدرش يقوم، ما بيقدرش يمارس حياته الطبيعيه بصوره كافيه بعد فتره العلاج. احنا في دبي كلينك بنهدف لرجوعه ميكانيكيا زي ما كان قبل المشكله بالظبط. فتره العلاج بتبقى بروتوكول موضوع بشكل معين ودقيق جدا بين اعضاء التيم برئاسه الدكتور عمرو سعيد بحيث ان المريض يرجع للحاله الطبيعيه تاني وبصوره افضل بكتير مما كان وده احنا بنساعده فيه بالمتابعه بعد التريتمنت او بعد فتره العلاج انا من ضمن التيم بتاع دبي كلينيك باشراف دكتور عمرو انا مؤمن بحاجه جد حاجه مهمه جدا مع دكتور عمرو وهي ان المريض بعد ما نخفف الامه لازم نرجعه للحركه الطبيعيه بتاعته وده كان محور اتفاقي انا ودكتور عمرو في دبي كلينيك بحيث ان المريض ما يتمش تخفيف الالام معاه ونسيبه لا احنا بنرجعه تاني للوضع الطبيعي بتاعه من خلال برنامج علاجي متوازن بيبدا بتخفيف الالام وينتهي بالرجوع للحركه الطبيعيه وده اللي خلاني افخر بان انا اكون في تيم دبي كلينك. في حالات كتير جدا كانت بتشتكي من مشاكل على سبيل المثال مشاكل في العمود الفقري وكانت يعني مؤهله انها تخش عمليات جراحيه والحمد لله منت او بالبرنامج العلاجي المتميز اللي احنا بنحطه قدرنا نخليه يستغنى عن العمليه ويتجنب مشاكل العمليه الجراحيه بالذات في مساله العمود الفقري لاننا بنتميز بحاجه مهمه جدا وهي أحدث أساليب مستخدمة يدويا بدون تدخل جراحي نهائيا لعلاج مشاكل المفاصل ومشاكل العمود الفقري من الدول اللي بتتعامل في الموبلايزيشن أو الكيروبراكتيك أو الأستيوباثي عموما طبعا دولة أمريكا من أكبر الدول اللي بتتعامل مع مسألة العلاج اليدوي تجنبا للجراحة وكمان أوروبا بدول أوروبا استراليا وفرنسا وألمانيا رغم شهرة ألمانيا بالجراحة وشهرة إنجلترا بالجراحة إلى أن ثقافة الناس أنها تتعامل مع طبيب الأستيوبثي في المقام الأول وبالفعل بيحقق نتائج متميزة جدا ولذلك هو نمرة واحد في العلاج في هذه الدول طبعا الاهداف الموضوع لدبي كلينك وللتيم المتناسق اللي حطه دكتور عمرو سعيد هو ان احنا بنستهدف جميع فئات المجتمع سواء كانت السن كبير سن صغير سن الشباب بعض المشاكل الخاصه بالمفاصل، الام المفاصل، خشونه المفاصل، الام العمود الفقري، مشاكل العمود الفقري، مشاكل الانزلاقات الغضروفيه حتى الانزلاق الفقاري، حتى مشاكل العضلات الطبقه العميقه، مشاكل العضلات السطحيه، مشاكل الاعصاب، كل ده بنهدف به العلاج من خلال البروتوكول الموضوع بدقه جدا بين اعضاء الفريق كمان هيستفيد منه كتير من المرضى سواء كان الجنس ميل في ميل سيدات رجال شباب حتى الأطفال ممكن تستفيد من البروتوكول الموضوع بدقة من دبي كليني وده بي بي يعني بنلخصه في أن الجهاز الحركي لجسم الإنسان هو عبارة عن جهاز متناغم بيتم التعامل ما بين الأعصاب والعظم والعضلات بصورة طبيعيه جدا بعد الخضوع للعلاج اللي احنا بنحطه او التريتمنت اللي احنا بنحطه شفنا مع بعض اول بطل من ابطال دبي كلينك مع دكتور عمر زعيد دكتور احمد سليمان يمكن دكتور عمر عاوز اربط دايما ما بين بفريق العمل وتخصصات المختلفة اللي موجودة في دبي ويمكن حابين نلقي الضوء دلوقتي على مشكلة مباركة هي العمود الفقري العمود الفقري يا دكتور عمر الناس للأسف تاهت ما بين المسكنات تاهت ما بين الحقن تاهت ما بين الخشبة أو العصاية وبيروحوا له وللاسف بيروحوا ممكن الالم 10 أو 20% او سهل التداخل بسرعه بيرجعوا متدغدغين وعندهم مشكلة اه ويحصل مشكله كبيره بيكون بقى دلوقتي ساعتها لازم نخش جراحه امتى انا اقول دلوقتي انا محتاج اخش جراحه للعمود الفقري وامتى اقول لا انت سهل تقدر تنورنا ونعمل التدخلات المحدوده ونقدر نرجعك زي ما كنت ان شاء الله زي احنا يا فندم ماشيين زي من بره او زي ما بنقول الإفدنس بيزد اللي هي احنا العلم العلم مثلا عمل ابحاث مبني على الدليل مبني على فاحنا شغالين على هذا المبدا آه ودلوقتي العلم الحديث كله بيقول في دراسات بتقول الايفيدنس بيز بتقول حاجه واحده بس مم. ان في 90% من الالام ومشاكل العمود الفقري نقدر نتداخل فيها كعلاج تداخلي بدون جراحه ممتاز آه في حاجة مشاكل بالظبط كده دي نقطه مهمه لازم يعني في ممكن يكون المشكله في العمود الفقري يعني سواء كان الام رقبه او الام اسفل الظهر او الام العمود الفقري عامه ممكن تكون المشكله في العضلات ممكن تكون المشكله في الاربطه اللي حوالين العمود الفقري ممكن تكون المشكله في المفاصل جار فقرات ويمكن دي اكتر حاجه مش كل ما عنده الم ممكن تكون مشكله في الغضروف انزلاق غضروفي مأثر على العصب كل حاجه من ديت ليها طريقه في العلاج بدون جراحه نقدر نحل بيها المشاكل دي م. طيب هل ده يعني بيغنينا عن لا ده احنا في حاجه اسمها في العلاج احنا العلاج اسمه بنيجي ندي العيان علاج هيروح للدكتور عنده الم في اي مكان في العمود الفقري في مراحل العلاج في علاج دوائي في علاج تحفظي احنا العلاج التحفظي العلاج التحفظي ده اللي هو سواء كان علاج طبيعي عشان خاطر ياهل العيان دوت ليه آه ان هو يخف المشكله اسرع زي ما قلت حاكي ان العيان ده استمر بيعاني من الالم لفتره اكتر من شهر هو دخل في حاجه اسمها الم مزمن لوحده عايز علاج أوه. فاحنا مش عايزين المريض بتاعنا يخش في دو عشان كده احنا الحمد لله يمكن في دبي كلينك بنوفر ده لجميع المراحل السنيه زي ما قال الدكتور احمد في في, في عيادتنا عشان خاطر نقدر نحل المشكله ديت ما نخليش العيان هو التدخل البدري اقدر اخد نتيجه افضل فبالتالي اقدر اعالج العيان احسن. النقطة طيب. الثانية الانزلاق الوظروفي نفسه ممكن فيه طرق علاجيه كتيرة جدا اقدر اعالجها ممكن منها حقن جذور الاعصاب والحقن لا لا يعتبر حقن الكورتيزون ده نقطة في حقن الاكسجين الناشط يمكن عندنا في في فيديوهاتنا وعلى اليوتيوب او حاجتنا احنا ازاي بنقدر نحقن ونعالج الانزلاق الغضروفي بحقن الاكسجين الناشط ودي حاجه سلسه في منتهى البساطه موجوده في العالم كله والحمد لله يمكن احنا من اوائل الناس اللي بنستخدمها ولله الحمد جايبه نتائج معانا هايله جدا فيها ممكن حقن التردد الحراري تبخير الغضروف انزلاق الغضروفي ان احنا نقدر نعالجه كل ديت مراحل اقدر اعالجها بدون جراحه لنتائج مهمه جدا يعني زي ما قلت كده 90% من مشاكل من مشاكل العمود الفقري احنا نقدر نعالجها بدون جراحه ودي نقطه مهمه في تداخل بسيط بنعمله عندنا مثلا ان هو حقن الاعصاب الطرفيه بالمغنيسيوم والاكسجين النشط أيوة. دي بتجيب معانا نتائج مم. لفوق 60% لمين بقى يعني ايه اعصاب طرفيه؟ للناس اعصاب طرفيه احنا بنغذي الاعصاب ومصادر الالم بمد بمواد المغنيسيوم والسكريات البرولو سيرابي والاوزون الاعصاب الطرفيه دي عندهم سكر مثلا؟ لا احنا بنقول عليها الاعصاب الطرفيه دايما احنا في المصادر للالم احنا في طبقه تحت الجلد اسمها أوه. سنسوكرين نيرفس سيستم سنسوكرين سيستم ديت هي طبقه الحسيه مم. اللي موجوده تحت الجلد مم. احنا الطب القديم قدر ان هو يعالجها بالكابنج بالحجامه بالابر الصينيه بالجديد في التحديث بتاعها بقى علاج الألم. الالم هو حقن مصادر الالم والاعصاب الطرفيه لتغذيه الطبق ايوه 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 الطبق دي انا اقدر بتاعتها سواء كان بالحقن او بالحقن الاكسجين النشط والبرولوسيرابي اخد نتيجه علاجيه تكافئ حاجات كثيره جدا ويمكن احنا عندنا نتائج لله الحمد بالطريقه البسيطه ديت الغير مكلفه على الاطلاق اللي ما بتسببش اي مشاكل وبدون اثار جانبيه. <applause> العين يقدر يبطل مسكنات يبطل حاجات كتيره جدا مع التاهيل والموبلايزيشن زي ما انت لحضرتك نوصل لنتيجه علاجيه <applause> فوق 90% لمشاكل العمود الفقري. طيب انا معايا طبعا الفقير الثاني اللي ليه أبطال. دول بقى بالنسبه لك انا عارف دراعك او جناحات الطياره الخاصه بيك دكتورين مهمين جدا دكتور المعمل هنتكلم عنه ودكتور سليمان. هنتكلم عنه النهارده لكن خلينا نشوف التقرير والتقرير اللي هتشوفوه دلوقتي أه يا رب يعجب حضراتكم وتشوفوا الابطال اللي موجودين فيه لكن حابب ان احنا موجودين في مدينه نصر موجودين في الدقي موجودين في سوهاج موجودين في أسكندرية موجودين في الشرقيه يا رب كل اللي بيشوفنا من اي مكان يقدر يتواصل عن طريق الفريق الطبي اللي موجود اضرب حضراتكم على الشاشه علشان الزيارات اللي دكتور عمرو بينزلها بالفريق الخاص بدبي كلينك اي حد بيشوفنا يقدر يستمتع بهذه الخدمات ان شاء الله يستمتع بالخاص ب 50% طوال شهر رمضان شوف تقريره وكمل الكلام ده خليكم معانا العيان بيبدا هنا معانا مع اول كشف ليه مع دكتور عمرو اول حاجه بيتم تقييم العيان من ناحيه تاريخه المرضي وبرده تاريخه العلاجي وده مهم جدا معانا بعد كده احنا كاطباء بنتولى عمليه المتابعه دايما بنبقى حريصين نبقى ابديتد او متابعين مع دكتور عمرو في كل حالات العيان، سواء في مشاكله سواء في التقدم اللي بيحصل، دايما بنبقى على متابعه على طول مع دكتور عمرو سعيد ان احنا نكون معرفين الدكتور بكل اي بكل المعلومات عن كل العيانين الموجودين سواء بعمليات التقدم باي المشاكل شكاوي العيان بعض احيانا العيان بيطلب مننا ان هو يبقى وضع خاص مثلا او ليه مشاكل خاصه مش ممكن تبقى اكبر من الـ الـ الكادر الطبي الموجود ممكن نستدعي استشارين اكبر وده برضو مهمه جدا بالنسبه لينا هنا. احنا كفريق اطباء عيادات دبي كلينيك العيان مش مجرد عيان داخل العياده، احنا برضو بنتابع مع العيان بره العياده. تقدر تستشيرنا في اي وقت في اي لحظه احنا معاك دايما جروباتنا على الواتساب جروباتنا على الفيسبوك جروباتنا في اي مكان تقدر تستشيرنا وتتابعنا معاها دايما احنا في العياده وبرا العياده احنا موجودين في كل مكان انا كيميائي مراد حسن مدير مختبرات دبي كلينيك احنا هنا في المعمل نعتبر نفسنا مرحله اساسيه ورئيسيه في مرحله بدء العلاج وهي مرحله تحضير عينه بلازما غنيه بالصفائح الدمويه بشكل صحيح وبشكل مفيد احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل لعينه بلازما غنيه بالصفائح الدمويه ذات جوده وكفاءه عاليه وده عن طريق تحضير المعمل بالأجهزة العلمية الحديثة وعن طريق مواكبة الفصل وعن طريق مواكبة الأبحاث العلمية تتكلم عن طرق الفصل الحديثة الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نوصل لده بحيث إن نقدر ندي للمريض ندي للمريض عينة بلازما غنية بالصفائح الدموية ذات جودة وكفاءة عالية وربنا يجعل فيها شفاء ان شاء الله شفنا مع بعض جنود من ابطال دبي كلينك في حلقه النهارده الحمد لله يمكن ده, ده مش الابطال ده بس انا في اكتر من 15 تقرير ل 15 طبيب الوقت بيجري بينا بسرعه في حلقتنا معاكم في دبي كلينك دكتور عاوز قبل ما نجمل حلقه النهارده نطمن الناس بطريقه سهله ومبسطه ونموذج انا عاوز اعمل موديل ام عندها 65 سنه بتشوفنا دلوقتي عندها وزن 80 كيلو في عندها زياده في الوزن عندها ضغط وعندها سكر وعندها خشونه متقدمه من الدرجه الثالثه خدت كورتيزون مرتين فدمروا لها المفصل خالص فهي جايه فيك فقول لي بقى نموذج كده حي ايه اللي هيحصل مع هذه السيده الفاضله الحجة احسان الحجة سناء اي حاجه من حججنا الجمال اللي بيدعوا لنا هنعمل معاها ايه من اول ما بتتصل تحجز عشان تاخد الخصم اول حاجه ثم انها تيجي دبي كلينك علشان ترجع راميه لو كاز. ليه بقول كده بقى عشان انا شفت فيديو رهيب دكتور عمرو العفريت ده بعت لي فيديو من العياده المفروض كنت النهارده من كاميرا العياده من كاميرا العياده هذه السيده الفاضله كانت بتيجي دايما بالمشية اللي هي اللي بتمشي بيها كده دي وبعدين وهي جايه الجلسه الثالثه قامت راميه العكاز ال ال ده وابتدت تمسك عصايه من مريضه تانية قاعده فجربت تمشي لوحدها وبعد كده رمية العصايه وماشيه لوحدها <applause> فكان <applause> الموضوع يعني رهيب جدا جدا ومفرح جدا لدرجه دكتور عمرو بعت لي النموذج ده وقال لي دي نتائج احنا حققناها مع مرضى كبار في السن عشان كده كنت حابب اخر سؤال بغازله فيه اه هو انه ازاي الحمد لله اه كبار السن دول محتاجين حد فعلا يطبطب عليهم من جوه ومن بره كمان وفضله ونعمه من الله ده اقول حاجه دايما احنا بنقول كده يا رب يعلمنا اسباب الشفاء ويجعلنا سبب في شفاء الناس أمين. دي نقطه دي دعوه يمكن انا وفريق العمل احنا ده هدفنا الرئيسي مم. زي ما قلت في كده محاك في سحر في الاكسجين الناشط والبلازما الغنيه علم كل يوم في جديد كل يوم بنتعلم حاجه جديده وبنشوفها ومرضانا بيعلمونا ودي نقطه مهمه جدا انها يمكن الصبر اللي مع المريض اللي بيجي يقول لي انا ما عنديش حاجه ثانيه فاعمل لي فبالتالي نموذج زي اللي حضرتك شرحته دوت لما بيجي بقيم الالم الاول بنشوفه هو الهيستوري بتاعه مهم جدا هو التاريخ المرضي عمل ايه شاف مر ازاي بيعاني من امراض ايه المشاكل اللي عنده الصحيه بيبتدي فحصه بالسونار عشان نشوف السونار الحركي ده مهم جدا بتقييم المريض وعلاج المريض نشوف عشان نعرف المشكله هي المشكله فين مم. المشكله يا ترى موجوده في العضلات ولا موجوده في الاربطه ولا موجوده مكان المشكله فين فبالتالي اخد نتيجه ان شاء الله بالتداخل عشان اوجه له التداخل المظبوط للعلاج دي مم. نقطه كانت مهمه جدا النقطة الأهم زي ما حضرتك بتقول كده إن مريض عنده خشونة من الدرجة خشونة متقدمة فأنا ممكن أبتدي أشوف العيان دوت إذا كان همشي معاه بطريقة تقييم الألم بتاعه قد إيه، فهنمشي دايماً معاه جلسة حقن نشوف النتيجة أخبارها إيه، ولو النتيجة فيها دايماً بعرف أقول للعيان مثلاً إحنا نتائجنا كذا، هناخد نتائج كذا، هنمشي في البروتوكول دوت، جاب نتيجة يبقى إن شاء الله كويس، الحمد لله إحنا لينا من الطرق العلاجية في علاج الألم لله الحمد نقدر نسيطر على الألم أياً كان، ونقدر إحنا الحمد لله رب يعني في في علاج الألم ربنا سبحانه وتعالى علمنا طرق نقدر نشيل بيها الألم لفترات الحمد دي سهله جدا وبسيطه وغير مكلفه مرة ونقطه كان ثانيه هي غير مضره ولا تسبب اي ضرر طب يا دكتور نسينا برضو نقول على تاهيل الجهاز المناعي الناس بتيجي وجاء يعني خلينا نتكلم معاك بصراحه الناس كان عندها كورونا في ناس كان عندها كورونا وربنا من عليها بالشفاء بالطرق العلاج التجديدي او الطب التجديدي منهم ناس احنا نعرفهم شخصيا بعتهم لحضرتك وازاي قدرنا بيه عن طريق الاوزون الطبي اللي موجود في السعوديه دلوقتي بشكل كويس جدا موجود في الامارات موجود في المانيا موجود في امريكا عاوزين نتكلم عن التاهيل التاهيل الداخلي المناعي ازاي الست دي بقى عندها اه فعلا خشونه وعندها مشاكل في العمود الفقري لكنها محتاجه يخليها يبقى عندها جيش من جوه يخليها تخش في الحديد ما تخافش الوقايه خير من العلاج وجهاز مناعي قوي اقدر ان شاء الله نحارب بيه بالظبط كده مم. دي نقطه طب ازاي احنا الامراض المزمنه وطريقه اكلنا وطريقه معشدنا ونقص الاكسجين اللي موجود في الجو ده بيخلي الجهاز المناعي يبقى ضعيف الزحمه والوضع اللي احنا فيه ده كل ديت عوامل بتخلي جهاز المناعي ضعيف فهي دي اساس الامراض ممكن بجلسات بسيطه زي ما حضرتك ذكرت كده بنحط الاوزون الطبي والاكسجين الطبي بجلسات بسيطه اقدر ارفع بيها الجهاز المناعي بيحفز لي خلايا النيوتروفيلز بيحفز لي خلايا بيزود لي خلايا خلال الدفاعيه والمناعيه جوه الجسم فبالتالي بيعمل تاهب للجهاز لي المناعي ليه جرعات وليه اسلوب معانا ان شاء الله قريب باذن الله تعالى احنا مستضيفين دكتور خالد القبيسي ده هيبقى خبير العلاج بالاذون الطبي وان شاء الله يمكن هنبتدي ننوه على الزياره بتاعته احنا دايما على تواصل معاه ودايما في ان احنا دايما ضمن الخبراء اللي موجودين على مستوى العالم للعلاج بالاذون الطبي والاكسجين الطبي احنا لنا 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 باع الحمد لله في علاج الامراض المناعيه والروماتيزميه وكذلك الالام المزمنه <applause> <علام> العضلات المزمنه <applause> الالام <المزمنة تصفيق> العضلات المزمنه الفايبرومانجا كل <applause> ده بجلسات <applause> الجين مضاعفات مرضى السكر بجلسات الاكسجين الطبي الاكسجين والاوزون الطبي جلسه في منتهى البساطه تعمل على سيشن على جلسات تاخد حوالي نص ساعه بتحفز لي الجهاز المناعي ليها في الامراض المناعيه ليها جرعات في الامراض في علاج مضاعفات مرضى السكر ليها جرعات بنقدر نحطها وناخد بيها نتيجه ان شاء الله وده يمكن ده من ضمن تقنيات علاج الطب التجديدي اللي احنا حطيناها معانا في دبي كلينك واللي الفريق الطبي اللي بيمارسها بال بمنتهى الحرفيه <تكلم> ولله الحمد بناخد بيها نتائج كويسه. طيب التكامل انا عايز اقول لحضرتك اخر حاجه احنا في مالتي ديسيبنري احنا ازاي بنشتغل بتكامل فريق متكامل فريق عمل متكامل نكمل بعض. بنكمل بعضنا بالتخصصات المختلفه فنوصل لنتيجه للمريض ده المريض هو هدفنا الرئيسي ان احنا راحت المريض بدون مسكنات بدون ما نستخدم مواد مضره نقدر ناخد نتيجه بتكامل فريقنا الطبي متكامل حلقة ولا أروع في ليلة ولا أروع على قناة ولا أروع مع دكتور ولا أروع دكتور عمرو سعيد يستشاري علاج الالم التداخلي جامعه القاهره بشكرك نورتنا يا دكتور عمرو انا كمان بشكر اداره القناه على هذه الثقه الغاليه تقريبا ابتديت في هذه القناه من سنه 2007 اما كانت لسه لوجو انا جاي النهارده في 2021 بقى 14 سنه تقريبا او 13 سنه اعشق هذه الشاشه واعشق القائمين عليها ربنا يبارك في هذه الشاشه ورب يجعلها دايما مصباح منير في كل البيوت عشان تدينا الصحه وتدينا الجمال كنت معاكم احمد شاير بشكر كل فريق العمل السلام عليكم